حبيبي انت في البيت؟ بعمل مهام سبايدر مان. لسه بتعود. افتكرت لما كنت بكلم باباك في الشغل لما بيبقى في دورية او بيزعق عشان اسمعه من صوت السرينة. كلمتيه وهو بيمسك المجرمين؟ مرة كان بيطارد حد هرب من دفع الكفالة. الراجل خلع الكلبشات وبنطلونه عشان يهرب، وباباك كان بيطارده في شارع 5، وانا كنت معاه على التليفون طول الوقت. مستحيل، بتتكلمي جد؟ بجد. احلى جزء ان الناس خدت صور ووصلت لجوجل. باباك ما كانش مبسوط عشان بقى نكتة في الاسم. طيب، حلوة دي يا ماما. ما قصدتش اعمل كده. عامة قصة حلوة. الاخبار، محتاجة حاجة؟ لا، انا بس كنت عاوزة اسمع صوتك واطمن انك كويس. اسيبك، سلام يا حبيبي. بحبك، سلام. يلا بقى اتحركوا. دي جريمة ما يعملهاش الا مساجين راب. سبايدر مان، يا خبر، افتكرت خلصنا عليه. اسمع يا معلم، الناس دي لازم تمشي، ما تكبرش الموضوع اكتر من كده. ممكن اعمل منه حاجة.
عامل تنظيف الشبابيك متعلق على المبنى. دي مشكلة حلها عند سبايدر مان. أظن ده عامل تنظيف الشبابيك. سبايدر مان، سعيد إنك هنا. حصل عطل كهربائي في المنصة وأنا محبوس. أقدر أنزلك تحت أو أقدر أشغل المنصة. شغل المنصة أحسن. ظاهر ان حد عطل الكهرباء عن قصد. لازم ابعد الناس عن هنا. تمام، محتاج اوصل المرحلات دي وكده نبتدي الشغل. مش مرتاح للي حصل. اكيد تحميل الطاقه خلى الدايره تشتغل تاني. يمكن لو مشيت ورا الاسلاك دي ارجع الكهرباء للناحيه التانيه. امسك نفسك، هرجع لك قريب. مولد، ايوه كده. كده تمام، لازم ارجع ارفع سكين في الكهرباء. واضح ان الكهرباء وصلت للسكينه. عندنا كهرباء، حلو. انقذت حياتي. انا بجد مش عارف اشكرك ازاي. ما تشكرنيش حقيقي. مستخدم تطبيق سبايدر مان رصد صفقة اسلحة بالدم. بعد ما ماما عرفت الموضوع زي ما انت عارف، تفتكر المفروض احكي لها قد ايه؟ انت وريني يا اخلك. انت هتموت. نهايتك على ايه؟ صفقة أسلحة تانية هو بوسطها. بجد أنا هايل.
ازيك؟ وبعد ما ماما عرفت الموضوع زي ما انت عارف، تفتكر المفروض احكي لها قد ايه؟ انت مضطر تحكي لها عن كل شرح حصل لك، كل شرير انتقلت منه؟ الموضوع ده صعب، عمري ما واجهت السؤال ده معاك. الآن انها تتوتر لو كنت صريح قوي، بس لو خبيت عليها اكيد هتتوتر اكتر. مش عارف، مامتك بتتعامل كويس مع الضغط. اقصد ده هي اتخانقت مع روكسن وجها لوجه. اتكلم، شوف هي محتاجه تعرف قد ايه وانت هتقول لها معلومات قد ايه. ايوه دي نصيحه كويسه. كل ما بفتكر نفسي عارف كل حاجه عن حياه الابطال الخارقين بتفاجئ بحاجه جديده. استنى لغايه ما تضطر تعرف التامين الصحي. اسمع لغينا اختراق الهليكوبتر. شكرا. بص انا باخد الاوامر من زعيمي، بس الحقيقه انت صح، لازم تمشي. بابا انا هدور. ايوه ممكن. ماي مش هتتبسط، بس انا هغير حوض حمام الضيوف اللي لونه اخضر لمونيه ده. 1976 كانت سنه حلوه، بس لازم نفكر. محتاج مساعده؟ هتبسط لو هتمرجح لكوينز. لا ده اسلوب علاج. انا بعمل تجديد شامل للحمام. الموضوع كده شكله ممل قوي. استنى بس،
اول ما تبقى سبايدر مان عجوز وتعبان زيي هتتحمس قوي لاصلاحات البيت. المهم شكرا انك مغطي احتياجات مدام. ده شرف ليا. ايه فايده اتنين سبايدر مان لو مش هينظموا شغلهم سوا؟ موافق. تمام هرجع للي بعمله بقى، لما تلاقي الفك عرفني. تمام. وادي المجتمع السري. طيب ميزانية تسويق المجتمع السري قد ايه؟ لازم اقفل جهاز الارسال. الاشارة واضحة، هطلب من جانكي نعمل برنامج حج اعلانات للمجتمع السري. بلغ تاني من التطبيق، اقتحام، حددت لك الموقع. شكل الناس دي بتحاول تكسر الباب. انتوا هتهزروا معايا؟ سبايدر مان فعلا بتسرقوا الناس في العيد؟ مش حلو. دورنا عشان نعلمك حاجة. سيبوهولي. ابعد يا سبايدر كيد. ما تتحركش يا تافه. هيقدر علينا كلنا. استعد للضرب. لازم تبطلوا طريق الجريمة لأنكم فشلة. Yeah.
ازيكو؟ في حاجة أدركتها النهاردة. أوف، الكلام ده شبه الإذاعات التعليمية لبعد المدرسة، بس عارفين أنا هكمل رغم الصعاب. هقول لكم، انتوا بتسمعوا الاذاعه دي عشان انا اللي بقدمها. انتوا بتدوروش على حد اكتر تحفظا او احترافا واكبر في السن ومعاه 18 مليون شهاده. انتوا محتاجين تسمعوا وتتكلموا معايا عن اللي بيحصل في المدينه، وعشان كده انا مش هغير اي حاجه في طريقتي، ومش هحاول اربي الاذاعه ولا اعمل اعلانات ولا البس جواكت. هنبقى انا وانتوا بس. انا شايفه ان ده مثال، ولحد ما نتقابل تاني يا ريت ما تبقوش من نوع الشخص الحشري اللي بيرد على كل حاجه على وسائل التواصل الاجتماعي. تمام، باي. استخبيت وسط الشجر في كافيه قريب. مش هتقدر عليها يا عيني. هعرف اضربها. خد دي. انت خوفتني. والنهاية جامدة، سبايدر مان عملها تاني. هو اللي ورا خد. شايف اللي انت شايفه والاسلاك اللي في المعمل. حلو، يلا نقفل المكان ده. يانكي، هتفتح الباب ده اول ما وصله بالكهرباء؟ جاهز ومستني. الموضوع نفع؟ ايوه، وفتحته. مفاعل نيو فورم بيغذي المكان بالكهرباء، لازم اوقفه. المفروض تلاقيه في الدور الارضي قدامك على طول. لو النيو فورم ده ملتف هتندم على ده. Yeah.
فاضل ساعتين على تغيير الوزية. خلوه على الأرض. خذوا عليه. Oh,
اضربه واعرف لي فيه ايه. المشكله في قرف مفاعل اليوفور، الحل هو انت تظبط. سبايدر مان اضربه عليه. بقول لك لقيت ملفات فيها تعديلات بس هنقدر نقراها. في حاجه اكبر من عم ايرون خدها للشرطه؟ لا، دي شويه اختبارات بتاكد ان اليوفور بينفجر لو اتعرض لكهرباء زي الصاعقه، زي اي شراره عشوائيه، خاصه انها بتخلي الوقود زي العصير. التشبيه كان احسن في دماغي. فهمك. تاني، النيو فورم اخطر بكتير عن اللي روكسون بتعترف بيه. خلصوا عليه. الحل هو اني ادمره. خدوا ساتر.
بقول لك لقيت ملفات فيها تعديلات بس هنقدر نقراها. في حاجة أكبر من عم إيرون خدها للشرطة؟ لا، في شوية اختبارات بتأكد إن النيو فورم بينفجر لو اتعرض لكهرباء. زي صاعقة؟ زي أي شرارة عشوائية. أصل إنها بتخلي الوقود زي العصير. التشكيل كان أحسن من الثاني. فهمك. تاني، النيو فورم أخطر بكتير عن اللي روكسون بتحترف فيه. كم واحدة الحراس جه دور المفاعل. مش هخسر حاجة لما بص في المكان. متخيل انك من سنة فاتت لو جه على بالك اننا هنخلص على شركة طاقة فاسدة مع بعض؟ بصراحة لا. بدل ما كنا بنصنع بطاريات في حصة الكيمياء بقيت انت بطارية بشرية. حاجة رهيبة فعلا. هموت واشوف هنوصل لإيه.
أنا في مخبأ تاني. جميل، أنا نظمت ملاحظاتي عشان السلسلة الإذاعية ومستعدة عشان نبدأ نتطور على جهاز التخفيف ده. الماجيا زي العائلات الإجرامية كانوا عايزين الناس تتربوا وعايزين يبقوا الأحداث في حرب وعايزين يبقى ليهم سيادة.
كل اللي اتبقى اني الاقي جهاز التشويش واقفله. منطقة الأسلاك نبتدي بيها. رفع فوق الصناديق. زي ما فيه بيقول كده جول. واو، دي أوضة تذكارات الماجيا، جهاز التشويش. أظن ممكن أخرج. بقولك المخرج مقفول. المفروض اتصل بحد دعم مثلا؟ انا هشوف حل. الاسانسير القديم ده ممكن يخرجني من هنا، محتاج كهرباء بس. تمام، هوصل ده بالاسانسير. مفيش زي بجد، الفخ بتاعهم فشل. هاي اعتبري جهاز التشويش اتشوش. ممتاز، دلوقتي انا هدي الشرطة معلومة انها من شخص مجهول وخلاص، مفيش مخابئ تاني. شكرا على المساعدة. جمعتي اللي كنت عايزاه؟ ايوه، هتعمق اكتر في النزاعات اللي بين المجتمع السري والماجيا، هيبقى موضوع مشوق. حلو ده، حقيقي مستني اسمع الحلقة.
تينكر ولا المجتمع السري اعتبروا نفسهم فئة إجرامية جديدة. المافيا الصغيرة إذا صح التعبير كانوا عايزين ينالوا احترام الناس، فقرروا يطاردوا العائلات الإجرامية. بدأ الصراع لما هامر هاد سيطروا بالكامل على المافيا، واللي تسبب في إنقاذ المجتمع السري بطريقة غير مباشرة. الفضل يرجع لهامر هاد الغبي. لغاية ما نتقابل المرة الجاية، لو بتحاولوا تغيروا عادة من عاداتكم فخليكم في عادة واحدة بس في الشهر عشان تلتزموا بيها. باي. ما تسيبوهوش، ده شاف كل حاجة. ليه ما تبيعش حاجة ظريفة زي الاستيكرات أو البيتزا؟ دي نهايتك يا سبايدر مان. مش هتقدر علينا يا عيني. سيبهولي. سيبهولي. تانية هوبا وسطها. بجد انا هايل.
معمل تاني بتعرف يلا وقف رفع الليل. انا دخلت وانت عديت من نظام الامن. برامج الحمايه بتاعتهم ضعيفه. ادخل ازاي؟ الباب تحت زي المره اللي فاتت. انت وصل له الكهرباء وانا هفتح. توصيل الكهرباء ده لعبتي. قربت. خليك موصلهم. مظبوط. بتجاوز القفل. حصل. احنا لسه مخلصين في الشغل. وياه لو فضلوا مخلصين لينا. قصدك ايه؟ جاري اكتشف ايه؟ وقت النوم يا صديقي.
جاهزين، يلا نخلص منه. كان ايه ده؟ مفهوم، هروح اشوف موقعه. هذا قريب من هنا. محتاج مساعدة يا دكتور. ورينا الطريق. يا ريت الموضوع دايما سهل. أسهل مما تخيلت. ده هنا، كملوا تدوير. Yeah.
انت بتاعي. امنع المفاعل من انه يأذي اي حد واقفله تماما. انت استنزفت نيو فورم كتير قوي عيالك. الموضوع ما بقاش سهل. الكهرباء قطعت في المختبر. اخرجك فوق. ممكن الاقي حاجة مفيدة على الكمبيوتر ده. اوه كويس اني ما نزلتش في النص. لازم اوقف المروحة دي. عارف انا فكرت ان هيكون لك اعداء كسبايدر مان، بس ما توقعتش ان روكسهم منهم. ايوه هم فاسدين اكتر مما تخيلت. بينك وبين عمك تقريبا الجري ورا روكسون دي حاجه وراثه في العيله، وانا بس بشارككم الرحله. ما كنتش هقدر ادمر شركه شريره من غيرك. شكرا يا صاحبي، هكلمك. هايل يا دانيكا، ما كنتش هعمل ده من غيرك. يا سلام على العمل الجماعي. كنت ببص على شويه من ملفاتي واوضح ان كانت شغاله على مشروع سري ضخم في هيلز كيتشن. لها علاقه بالنيو فورم؟ لا، واضح انها الماده المبرمجه. يمكن لازم اخده قبل ما حد تاني يعمل كده. اوه استنى، في كود مكتوب هنا 2658. ممكن تجرب ده لو لقيت حاجه مقفوله. يعني
26588. أنا واثق إن المجتمع السري بيقعدوا هنا لأسباب طبيعية جدا وغير إجرامية. هو ده كان ايه؟ كنت جبت Yeah. I got nine.
Yeah.